قال مراسل الجزيرة إن طائرات مسيرة قصفت العاصمة الأوكرانية كييف مرات عدة. المسيرات الإيرانية جزء من مشهد الدمار في أوكرانيا، تصيب المنشآت والمباني المدنية. ومراسلنا يقول إن الهجوم ما زال مستمرا بمسيرات انتحارية.
Outrage on the world stage this morning. The United Nations has voted overwhelmingly for a resolution slamming Russia's invasion of Ukraine.